مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم مطبخنا ممكن يكون مطبخ سعودي او مطبخ حضرموتي اللي هو المندي الدياي. طبعا يسوونه بطريقه خاصه، يحفرون حفره ويحطون الجدر داخل ويحطون الدياي من فوقه فيندي الدهن مال الدياي على العيش. بس اليوم طريقاتنا احنا بتكون مختلفه، تعالوا معي المطبخ وراح اعرفكم على الطبخه. اليوم طبختنا مندي دياي. تعالوا معي نتعرف على مكونات هاي الطبخة الأساسية. راح نستخدم دياي، ثلاث قطع دياي، كذلك راح نستخدم جزر مبشور، بصل مقطع صغار صغار على طول، وعندنا طماط مبشور، عيش استخدمنا كيلوين، والبهارات الرئيسية موجودة، جلجلان وسنوت شوية هيل وبودرة الكاري ودارسي شوي، ثوم قطع شوي، راح نستخدم بعد الزبيب وبهارة صحيحة مشكلة. نبتدي إن شاء الله مع الطبخة وخلكم معانا. بداية نشغل الغاز. راح نسكب، نحط الزيت البداية، راح تكون على البصل، نحتاج شوي زيت زيادة، نحط إن شاء الله البصل، حمر البصل درجة التحمير، طبعا بنستخدم البصل كامل دي حوالي نصه، راح نحمر البصل تحمير. بعد ما ينحمر البصل راح نحط عليه الثوم وننزل فيه الجزر والطماط المبشور. تقطيع البصل لازم يكون شرايح صغار وضعيف. حمر البصل، حط الثوم، ثوم ويا فلفل هاي حطيناه، حط البهارات الصحيحة، حمر مع بعض، انت حمر حط الجزر المبشور، طبعا الكمية أنا ما قلت لكم في البداية إن استخدمنا العيش حوالي كيلوين عيش، نستخدم ثلاث ديايات، الجزر حوالي نص كيلو استخدمنا، والطماط كيلو ونص. ترى بس يمزج الجزر مع البصل. راح تعجبكم ان شاء الله الطبخه. معي. طبعا اصل هاي الطبخه هي طبخه يمانيه. اصل الطبخه ذي طبخه يمانيه. وانا تعلمنا منهم هاي الطبخه. مثل ما كل الشعوب تتعلم من شعوب ثانيه.
طبعا طباخنا هنا اهل البحرين طباخ يمتاز بالطعم والنكهه الحلوه. لمجرد ان احنا نستخدم البهارات اللي قاعد نستخدمها البهارات اللي هي الابزار والجلجلون والسنوت في معظم طبخاتنا، فمن كذي النكهه تكون وايد وايد حلوه. بعد ما مزج الجزر معاهم راح ننزل الطماط. راح ننزل كمية كاملة. مع تنزيل الطماط راح ننزل البهارات اللي قلت لكم عنها من البداية، جلجلان، بهارات الكاري والدارسين والهين والكزبرة. وبالتالي راح انزل لكم بعد الملح. طيب وامزجهم مع بعض. وانزل الدياي. واحد. هاي اربع دقايق. ثلاث دقايقات نزلناهم وابتدي اقلب فيهم عشان المكونات مع بعض يكون طعم الدياي نفس المكون مكونات العيش نفسه. مثل ما قلت لكم البداية ان هاي طابخة اصلها طابخة يمانية اللي هي المندي دي اي. بعد ما مزجتهم مع بعض راح انزل عليهم الماي واتركهم لمدة حوالي نص ساعة لين يستوي الدي اي. نشيك الدياي شوي بعد يحتاج له وقت شوي. وطول ما الدياي يجهز عندنا ننتظر راح نعلمكم طريقة القلي البصل. نشا وعندنا البصل راح ناخذ نشا ونصبه على البصل هاي الطريقة ونخلطه مع بعض. ما نحتاج نشا من كمية وايد بس شوي. نقوم بالقلي البصل. بسم الله. طبعا البصل هاي بنستخدمه حق تزيين فوق. هاي الطريقة. بصلنا ما راح نحتاج حق الملح بعد ما نطالعه على طول راح يكون مقرمش، بس ننطره لين يوصل لونه الى الذهبي وكل امور حلوه. بدا البصل ياخذ لون على الجوانب سنحركه شوي. استوى البصل عندنا حاول تلاحقه قبل يحترق. نزل كمية ثانية حرك البصل
كريسبي. نرجع حق الدي اي اكلنا. ودي جاهز الدي اي جاهز صار. نحاول نطلع الدي اي برا. قصر على النار خفيف خفيف خفيف. طلع الدي اي برا عشان ننزل العيش بعده. طبعا قلت لكم بالبداية على اساس ان تعرف ان الدي اي استوى طالع بس فسخة الجلد من العيون، تتاكد من ان استوى الدي اي. راح نضيف شوية ماي في نفس الوقت نحرك البصل. نتأكد من الملح. نحتاج شوي ملح. الآن النار. نرجع للبصل يحترق. بعد ما يجلد الماء نركب عليه العيش ونحط العيش فوق. قصر على النار شوي. شيل البصل. ننزل العيش داخل. بسم الله. تري على العيش شوي. طول ما يطبع راح نرجع ونقلي الدي اي. قول بسم الله. نحمر الدي اي تحميره بس لون ذهبي ونشيله عشان نقدمه بعد فوق العيش.
شاء الله تكون تعجبكم الطابخة، تستمتعون بها وتحاولون تطبقونها. نعم. طبعا هاي الطبخة أنا تعلمت وإحنا كنا في رحلة في البر، وكان معانا يعني كذا شخص. دقيقة واحدة. وعلمني اياها الطبخة ذي واحد ينقال له بوسيف. طبعا لا ننسي العيش شوي احنا نسولف. بس ننطر شوي نشوف الماي منه مسكر عليه. اللي يتغير لونه بهاي الطريقة مو معناته انه احترق، لا. طبعا اللون اللي يكتسبه من عقب المرقة ما تلعيش. الطريقة دي ما نشغل العيش، لا، يتم العيش في الجدر نفسه، بس مجرد نسوي القياس بين الماي وبين العيش نفس طريقة المكبوس بالضبط. ما نشغله، لا، نظل ماسكين، نتحكم بطريقة المرقة مالته. احنا كل ما تكلمنا عن هذه نسينا الدياي مالنا. تقريبا دياينا صار جاهز. استوى العيش، تحتاج بس ترص عليه، راح نضيف عليه مكونات بسيطة، فلفل، والزبيب، خلص الديار. نبي فحم، راح نسوي لنا فحم، نستخدم وراح أعلمكم سر موضوع الفحم. طبعا نضبط العيش شوي، نصب عليه شوي زيت، هاي الطريقة. نحتاج حق قطعة قصدير. هاي الطريقة. نخليه في وسط الجدر ونسكب الزيت عليه عشان يتبخر، القصد انه يتبخر العيش. كذي نكتم عليه على الدخان
وراح تكون طبختنا بهذه الطريقه جاهزه. راح نشوفكم على التقديم، انتظرونا. وبكذي طبختنا تكون جاهزه ما شاء الله. نشيل الفحم اللي حطيناه، نطلع الدياي على جنب. نجيب صينياتنا، نطلع الفلفل، بسم الله، رتب الصينية، نجيب الدياي بهالطريقة، البصل اللي سويناه من قبل قلنا لكم عن طريقته، البصل فلفل، هاي الطريقة. كذلك احنا قصصنا فلفل، وبكذي جهزت طبختنا المندي الدياي مثل ما انتم شايفين. اضفنا عليها الصلصه الطماط مع الفلفل والثوم. اتمنى ان عجبتكم الطبخه. نشوفكم في الحلقه الجايه ومع السلامه.